يجب أن نفرق، يجب أن نبين للعالم، العالم الغير إسلامي، أن هناك إسلامان، إسلام عرضه عرضه أبو بكر وعمر، لا أسميه إسلام أنا في عقيدتي، أسميه دين بكري، دين عمري، دين عائشي، وإنما الإسلام هو التشيع فقط. معنا سائر الدراجي من العراق وهو أحد غلاة الإثنى عشري. سائر إزيك؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. طيب أنا أخي استقبالك لي لم يعجبني حقيقة، تصفني بأحد الغلاة، فإن الغلاة ملعونين على لسان أئمتنا سلام الله عليهم. لا أنا ما أعرفش بقى المعلومة بتاع أنهم ملعونين دي، ده من عندك أنت، إنما أنا بقول لك أحد الغلاة لأنك أنت كفرت أمي. تفضل. من هي أمك؟ تفضل. عائشة، عائشة تفضل، في عندك شيء جديد اليوم؟ هل عندك شيء جديد اليوم؟ نعم نعم، عندي سؤالان، عندي سؤالان. تفضل. السؤال الأول لفضيلة الشيخ الزيدي أو الذي يدعي أنه زيد الذي جالس إلى جنب محمد الصابر. السؤال الأول، قال فضيلة الشيخ بأن ترتيب الصور حسب ما أنزله الله سبحانه وتعالى وأنه غير مختلف بين المسلمين، ولكن أقول له أن ابن تيمية في مجموع الفتاوي في رقم الفتوى في رقم 353 قال: والقرآن في زمانه لم يكتب ولا كان ترتيب الصور على هذا الوجه أمرا واجبا مأمورا به من عند الله، بل الأمر مفوض في ذلك إلى اختيار المسلمين، ولهذا كان لجماعة من الصحابة لكل منهما اصطلاح في ترتيب صور غير اصطلاح الآخر. أما السؤال الآخر لفضيلة الشيخ الوصابي، بأنه قلت له ووعدني بأن يذكر مصدر بأن رسول الله قد طلق سهيل بنت قيس ولم يعقل مصدر إلى الآن، وأنا أقول للأخ الزيدي، أنا أقول للأخ الزيدي إن كنت تدعي الانتماء لعلي بن أبي طالب والحسن والحسين، كيف تجلس إلى جنب أحفاد قتلت الحسين عليه السلام وقتل الزيد الشهيد؟ والسلام عليكم. لا خليك معانا، خليك معانا يا سيد. لا 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 تغلق، خليك معانا، خليك معانا. انت زي سمعت الشيخ محمد ولا يعني سني بتمثل علينا؟ هو ده راي سائر، يعني انك انت ايه سني واحنا جايبينك يعني. السنيه هي ميراث المسلمين جميعا. وانا سني باعتبار اني اعمل بسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعتز بان خلفيتي وفكري ونشاتي زيديه. والزيديه لا تختلف ابدا عن الفكر المتنور المعتمد على الكتاب والسنه. انت من كبار علماء الزيديه؟ انا من الزيديه. نعم. ولا ادعي. خلاص يا سائر، هذا عشان شيء. بس ما تكذبش على الرجل يعني. الشيء الثاني يسأل علي الكوراني. يسأل علي الكوراني. أنا أنصح ثائر الدراجي أن تسأل شيخك علي الكوراني الذي استضاف الشيخ محمد سالم عزان في بيته وكان يقدمه عند المرجعيات ويقول لهم هذا العلامة الزيدي. اسأل علي الكوراني الذي يعرف محمد عزان. نعم أحسن. نعم منك. نعم نعم، كان عبيد الله ابن عباد قائد الجيش الإمام علي عليه السلام وضاع نفسه بجريهمات لمعاوية. طيب طيب جميل. طيب لحظة. أجيبها سؤالي. ذكر شيء مهم. كم بعت نفسك يا رجل؟ ذكر شيء مهم وهو أن لماذا قال تجلس مع أحفاد من قتلوا الحسين؟ طيب لو فرضنا أنهم أجدادهم قتلوا الحسين، فما ذنبهم هم؟ هذا حتى بالمنطقة الشرعي والعقلي والإنساني. فهذه المبالغات، هذه المبالغات هي التي تمزق شمل المسلمين. يا أخي إن كان أجدادنا قد اختلفوا فقد قدموا إلى أعمالهم، يعني سواء كانت الرواية صحيحة أو غير صحيحة، لماذا نستحضر الماضي إلى الحاضر؟ لا تزر وزرة وزر أخرى. لماذا نستحضر الماضي إلى الحاضر؟ ما دام هذا يقول لك أنا أؤمن بكتاب الله بسنة رسول الله، أنا أحب أهل البيت، أنا أقدر أهل البيت، أنا أحب الحسين، ماذا تريد أكثر من هذا؟ أن يبعث الحسين من جديد ثم يذهب يقاتل معه؟ ده خليه أجيب يا سائر. يلا قول قول. أقول لك الحسين عليه السلام قبل أيام حدث هناك انفجار واسع في البصرة وقتل 60 من زوار الإمام الحسين، والذي قتلوه وبارك لهم هؤلاء الذين يجلسون أمامك الآن، ماذا تقول؟ الذين يعني يرتكبون جريمة القتل من أي الفرق؟ نعم، بقتل الشعب العراق كائنا من كان، من يرتكب جريمة القتل فهو مجرم. لكن لا يصح أن ننسب القتل إلى طائفة أو إلى جماعة أو إلى مذهب، هذا لا يجوز، لأن هذا هي كلها من وساوس الشيطان التي يعني تؤدي إلى تفرق الناس وتشتتهم. من قتل فهو مجرم، من فجر فهو مجرم، لكن ما ذنب طائفته؟ إذا كنت مثلا أنا من الزيدية وذهب أحد الزيدية يرتكب بعض المنكرات، فما شأني أنا؟ ما ذنبي أنا؟ هذه الأشياء لا طيب. يجوز. سائر يا سائر. طيب. أنت لا استنى يا سائر، ما رزقك شغل. يا سائر يا سائر اسمع بس كلامي.
الشيخ محمد سالم معزان قال لك ان ليه بتحملوا دول وزر دول، انت ما جاوبتش عليه، انت خرجت مع القتل في مش عارف زوار الامام الحسين وغير ذلك من التفاهات، وقد قتلتكم ايران وانت تعلم هذا، لما بتقول دراهم معدوده يعني هم لما استضيف الشيخ في ايران كانوا اكيد هيرشوه يعني كما رشوك ورشوا غيرك من المعممين والسيستاني وغير ذلك. طيب قول لي دلوقتي يا سائر اسمع كلامي، سؤالي بس عشان بس نضبط الحوار، الشيخ رد عليك قال لك ليه بتحملوا اذا كان اجداد دول فرضا قتلوا الحسين ليه بتحملوا دول، والله في قاعده قرانيه قال لا تزر وازره وزر اخرى، يعني انت لو اخوك سرق يقطعوا ايدك انت ولا يقطعوا ايد اخوك؟ لا رد على سؤال الشيخ قبل ما تخشنا في تفجيرات في المراقد المزعومه بتاعتكم دي، قول ها ليه بتحملوا كل السنه؟ اسمع كلامي، ما ردتش على سؤالي هغلق عليك الخط، انت عارفني انا معك واضح وصريح، رد على جواب الشيخ عزان عشان يعني سؤال الشيخ عزان عشان نكمل معك الحوار، لماذا تحملون السنة أنتم كشيعة في العالم ذنب مقتلة الحسين على فرض أن أجدادنا هم قتلوه؟ تفضل. الذي عقر ناقة صالح رجل واحد فعمهم الله بالعذاب لما عموه بالرضا، هذا قول الإمام علي عليه السلام، كذلك الإمام الصادق عليه السلام عندما سئل عن هذا السؤال أجاب إن الإمام المهدي سلام الله عليه سوف ينتقم من ذرارة قتلة الإمام الحسين عليه السلام لكونهم قد رضوا بفعل آبائهم، ما دام أنهم راضين بقتل الحسين فسوف يقوم الإمام المهدي. نسمع رد الشيخ والشيخ، نسمع رد الشيخ والشيخ، شكرا. طالما أن احنا راضيين، هل أنت شققت على قلوبنا؟ نعم، مفتي المملكة السعودية قال بصريح، أنا أقول يزيد ابنه يزيد أمير المؤمنين وأن يكن ما يكون عليه لكن أمير المؤمنين وله مواقف طيبة، غزا الصائبة بعهد أبيه، غزا قسطنطينية وكان في من هو الحسين بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الحسين بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم صفر على الشمال، لا قيمة له، لا جهاد له، لم يتولى حتى كتيبة ولا سرية، لم يولي جده يعني مش احنا يعني مش بني أمية، احنا بني أمية والله خدوا يزيد، قال له جاهد يا حسين معايا وكان جندي عادي، ما مسك سرية حتى ولا لم أجد إنجازا للإمام الحسين، كل ما للحسين في تاريخ الإسلام والمسلمين إنه بابن فاطمة وجده النبي وابن علي والسلام عليكم، في أكثر من كده بس، وليس صحابيا الحسين، هو من أطفال الصحابة، لم يدرك حتى الإسلام ولا معنى الإسلام ولم يتعلم شيئا من جده ولم يأخذ عنه شيئا ولم يروي عنه أحد شيئا ولا غير ذلك، إنما بعد ذلك نقل الرواة إن الحسين لما كبر نقل مثلا عن فلان وبقى له كام حديث عندنا في السنة كده صحاح بس، ادي الحسين تمام، انما واحد مثلا زي سيدنا ابو هريره افضل من الحسين، ما بنتكلمش في افضليه المقامات، بنتكلم في افضليه العلوم، افاد الامه ب 5000 وشويه حديث، انما الحسين ولا شيء، خدوه الشيعه بقى عشان هو لا قيمه له ولا قدر له وعملوا منه اله. ويصير يزيد يقتل الحسين؟ يصير، لانه خرج عليه مثل ما علي قتل طلحه والزبير، يصير، لو قادر على معاويه ايضا قتله. مع أن معاوية وطلحة وزبير كانوا يريدون قتل الفئة الباغية اللي كانت مع علي، هؤلاء مجرمون اللي كانوا معه، الصحابة رادوا يقاتلون الفئة الباغية بأمر الله تعالى، فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر. هو يصيح الحسين وثورة الزين، شو المبادئ هاي الثورة؟ ما هي المبادئ اللي يقول لك جئتوني أصحح دين جدي؟ هو هذا أول مبدأ فاسد، أول مبدأ فاسد. زين، هو دين جدا ودين دي رب العالمين، هو يا العنصرية دين جدة، شو دين جدة إرث يعني؟ هو هستيريا، هذه العقليات في هاي عمل الفكرة يعني. حيدر أكمل أنا أنت بتروحوا لفلسطين تحررون ما شاء الله، ما يخالف خلي تطلع يعني الوهابية من العراق. طيب أبشر، اليوم في سيارات مفخرات في الجرد يعني قتل 30 واحد ما حد حكى بيها. الله يبشرك بالخير، شكرا الله يبشرك بالخير، الله يبشرك بالخير، شكرا جزيلا يا حيدر. نعم. بشرنا في 30 اليوم جيف. لا احنا يعني الان نواف. ابو لولو باشو بكشغال داره، ابو لولو باشو بكشغال داره، بزن ریشه کم کن سعودی ها رو، بزن ریشه کم کن سعودی ها رو، بگو تو از عمق وجود لعنت بر آل سعود.